عامل لكم خدمة كده جميلة اسمها كان نيوز. تعالوا نشوف. الإيفواريين استقبلوا ضيوف كان 2024 بتقاليعهم وطبولهم ورقصاتهم الإفريقية الشهيرة في مطار أبيجان، وعلى طول بيتفاعل معاهم الضيوف الأجانب ورقصوا رقصة زاولة التقليدية اللي مشهور بيها شعب جورو في ساحل العاج. الفنان المصري محمد رمضان شارك في الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2024. أهلاً بيكم في بلادنا، قوة في اتحادنا، الأمل في عين ولادنا، ملكها طول حياتنا. حوالي 75% من الأيدي العاملة في تجهيز ملاعب كوت ديفوار لاستقبال فعاليات البطولة من المغاربة. دور ديالي في لاكان ولا في تيرانات ديال لاكوت ديفوار ريال إلكتريك ليك لي غاش سوكو اللي كتشوفوا فيه دابا اللي تيكلير التيران كامل ديال التيران ديال فيليكس فوي بواني. تم تدريب عدد كبير من المتطوعين على تنظيم دخول وخروج الجماهير للملاعب، وشارك في التدريبات دي حوالي 3600 متطوع في ملعبي فيليكس بواني والحسن وطارة بأبيجان، بالإضافة لحوالي 1000 متطوع تانيين في كل من استاد السلام في بواكي وملعب أمادو جون كوليبالي بوكوهورغو واستاد شارلس كونان باني فيا موسكرو وملعب لوران بوكو بسان بيدرو. نجوم المنتخب السنغالي استقبلوا بامبا ديانج وألفريد جوميز اللي انضموا لقائمة الفريق لتعويض غياب بولاي دياو سيني ديانج بسبب الإصابة. استقبلوهم بالقفشات والضحكات، وكان اللوك الجديد لشعر بامبا ديانج هو لب الحوار. الجماهير المغربية بسرعة جدا انتشرت وسط الأسواق والأحياء في كوت ديفوار، ورقصوا الإيفواريين على نغمات الأغاني الشعبية المغربية. ورغم وصول منتخب مصر لمطار أبيجان في وقت متأخر، إلا أنه كان في زحام شديد في استقباله من الجالية المصرية والجماهير الإيفوارية اللي استقبلوهم بالأعلام والرقصات الإفريقية الشهيرة جداً.